بإذن الله المصنع الجديد ده طاقته الإنتاجية 90,000 طن. إن الصويا عنصر أساسي في التركيبة العلفية، واخد بالك؟ ف يعني دي حاجة ما نقدرش نستغنى عنها. يا ريت الدولة تزرع صويا، يا ريت. إن الظروف الاقتصادية بتاعت الناس في الفترة ديت صعبة شوية، فالناس بتلجأ لها. الدولة المصرية النهاردة كانت ذو اهتمام كبير بالتوسع في مشروعات الانتاج السمكي. المواد الخام غاليه جدا، في بضائع كثيره في المواني مش قادرين نفرج عنها. هنبتدي ننتج اعلاف من 300 مايكرون لحد 15 ملي. السمك اساسا احنا كلنا كمصريين بنحبه، وهو طبعا منتج سمكه طبعا الاولى في مصر هي سمكه البلطي. احنا محتاجين خريطه بالنسبه لمصانع علف الاسماك هنا في مصر. لما يكون الخامات متوفره بلا شك الاسعار هتنزل. برنامج الثمره ياتيكم في الاوقات التاليه.